بس انت ليك بقى في القصص دي يعني الاجيال وصراع الاجيال وبتاع حكايه مع منير. يا خبر ابيض مش كده؟ لا هو اصلا منير حكايه كبيره طبعًا. يعني مش ليا حكايه، هو نفسه حكايه كبيره. طبعا لا خلاف يعني. منير انا بعشق منير الحقيقه ويمكن انا كان ليا الحظ زمان في سمعي او في تكوين مخزوني السمعي اني انا كنت مطرطق وداني قد كده طول الوقت طول الوقت مع اي حد يعني من مع ابويا بسمع ومع امي بسمع وبعدين مع خلاني الصغيرين بسمع فسمعت المرحله القديمه وبعدين سمعت المرحله اللي فيها النقله بدايه من الفرق يعني مثلا انا فاكر اغنيه اسمها الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن طبعا بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن دي جهين العظيم دي في مرحله ما بعد عبد الحليم حافظ وبدايه مش عايز اقول انه كان جاب بس كان في لقطه كده اللي هو الناس مش عارفه تعمل ايه فظهرت المزيكا الغربي يعني بوني ام وابا وبكرا ودولي دوتس والبي جيز وبيتلز وكل الناس دول سمعت كل ده وبعدين اتنقلت الفكره للفرق في مصر ما كانش في حاجه اسمها فرق فكان في بقى المصريين والاصدقاء والجتس والحب والسلام والفور ام والفور ام فكانت طبعا نقله فيها نقله كبيره يعني يعني من بنسمع اغاني عبد الحليم حافظ للفرق ما بيني وبين ابتدت بالمصريين بايمان اختي بالظبط وممدوح قاسم بقى ممدوح كان اخوه كان صاحب ابويا قوي كان اسمه عطاء قاسم لو النبي كان صاحب ابويا جدا والالبوم ده بقى انا سمعت فيه الاغنيه دي غريبه يعني ما كنتش اتخيل ان انا اسمع حاجه عامله كده وده يمكن كمان من الحاجات اللي زرعت جوايا فكره غير ما تخافش غير غير صح يعني صح اقلب يعني هي صفحات كتيره مش صفحه واحده هات الصفحه اللي بعدها وبعدين هات الصفحه اللي بعدها لانه الغريب بعد شويه بقى مستصاغ وبعد ما بقى مستصاغ بقى قديم وبقى فيه اجدد منه فده طبيعي يعني الى ان سمعت محمد منير كان خالي اللي بيسمعه بقى خالي الصغير اللي هو اصغر من امي جيل بقى كان هو في وقت شبابه بقى هو ومنير بدا انا كنت صغير قوي بقى وقتها عجبني جدا 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 اغاني حلوه ومزيكا حلوه وغريبه وفي حاجه هنا كبيره يعني حاسس ان في حاجه تقيله وبقيت من عشاق محمد منير لغايه ما في مره كنت بغني في فرح بعد اول البوم فرح واحد صاحبنا من الاقصر فانا بغني وفي اخر اغنيه دخل محمد منير الفرح دخل يبارك ما كانش جاي يغني فدخل من بره على الكوشه ليه ترابيزه لسه ما رحلهاش راح على الكوشه وبعدين سلم ورحت انا قالب الاغنيه اللي انا بغنيها على الليله سمر على طول الله ورحت طبعا ايه مخليه يطلع على المسرح غنى شويه وبعدين غنى اغنيه تانية خليته يعني طلبت منه يغني اغنيه تانية فغناها وبعدين قال لي يلا انا عايز اسمعك غني انت انا كنت اصلا بقفل خلاص يعني همشي فقلت له حاضر وبعدين كان البوم واحد وخلص مش عارف اعمل ايه يعني ما عنديش اغاني انا خلصت الاغاني ومكسوف اقول له انا ما عنديش اغاني اغنيها يا حبيبي حبيبي يعني قلت له طب خلاص انا هغني بس هغني ليك قال لي ماشي وانا فاكر كويس قوي كنا في اوتيل المسرح اللي فيه مبني يعني موجود مش بيتركب ويتشال مصنع موجود خشب وليه سلالم كده فقمت بادئ اغنيه انا بحبها جدا اغنيه المدينه فاول ما بدات راح واقف على المسرح وباصص لي وراح عامل حاجه غريبه جدا قعد على الارض على السلم سلم المسرح فانا احرجت جدا يعني انا مش فاهم هو في ايه فقمت مقرب منه وقال لي لا 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 غني 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 وفضل قاعد حط ايده على راسه ويبص لي وانا بغني وانا مش في موقف مش فاهم يعني هو انا ضايقته ولا انا ولا هو مبسوط ولا مش مبين لي حاجه يعني مش ويبص لي ويحط ايده على راسه وقعد على الارض فانا كمان مكسوف ان انا واقف اغني على المسرح ومنير قاعد على الارض يعني منير يعني
فكملت الأغنية، أول ما خلصت الأغنية راح واخد بعضه وماشي، مشي خالص يعني، ما راحش حتى على الترابيزة بتاعته بيضة. مشي اللي هو انت في حوسه اكتر، مش فاهم حاجه خالص يعني. انا بقى بقيت مش عارف اعمل ايه. فانا قفلت وخلصت الفرح ومشيت رايح ابارك لخالد تاج الدين، كان فرحه في العكس تماما يعني، انا كنت في الهرم رحت مصر الجديده. داخل الاوتيل يعني، وصلت من بره وبدخل الاوتيل لقيته خارج. كان سابقني بيبارك برضه. راح ماسكني بره وقال لي حمائي المدينه امانه. فانا ما قلت له، قال لي حمائي المدينه اكتشاف في صوتك والمدينه امانه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.